يا صباح الحلويات، صباح العسل على الناس العسل. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله، كده يا رب ينول اعجابكم. بصوا الفيديو كله عباره عن 10 دقائق، يعني مش حاجه. المهم بقى قلت اصبح عليكم كده واهدف لكم فيديو كده في نص اليوم حلو. ان شاء الله الفيديو العرس بتاعنا الساعه 8، وهحاول اعمل زي ما انتم قلتوا لي فيديوهات وكده عشان مشاهده القناه ما تنزلش تاني. المهم يا حبايبي بقى ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو والاشتراك في القناه لو لسه مشتركتيش. اعملي ايه يا بنت يا فوفا؟ قلت اعمل الفطار معاك. قمت بقى كالعاده كده مش حابه اكل حاجه معينه او اغمس او الكلام ده كله، قلت يلا هما مجين شاي بلبن كده وظبط الاداء يا بنت يا فوفا. وبعد جبت قرص كده جاهزه من تحت عشان تغيير، يعني الواحد ساعات بيمل والله من فقره الفطار ديت. يعني بقينا نفكر فيها اكتر من الغدا، هنفطر ايه، هنصحى ناكل ايه. المهم قلت بعمل شاي بلبن كده ليا انا وعيالي، كانت هنا في الدرس ففطرت انا وزياد وكوكا وكده. اهم حاجه ان كوكا سابت كل الحبشتكنات اللي انتوا هتشوفوها ديت، اكلتها ضعيفه ومجننه، يعني ما بصدق ان هي تطلب حاجه معينه اقوم اعملها لها عشان تاكل وكده. هنا غليت لبن وبرده غليت شاي. طبعا هتخش تقولي يا وفاء قلنا لك اشربي لبن، يا اختي تعبتي قلبك معايا. وانا مفيش فايده فيا، ما بحبش اللبن لوحده يا جماعه. يعني انا فين وفين بقول لكم لما بالليل مثلا احب اشرب لبن يكون ساقع كمان، ما مش بعرف اشرب لبن دافي، او بصوا حسب الغزاله يعني ساعات نفسي تهفني اقول ماشي ما صدق. فانا بعشق الشاي بلبن. مين فيكم بتعشق الشاي بلبن زيي؟ بحبه جدا. انا ممكن عادي اعمله في نص اليوم واقعد اشربه كده كاني بشرب مشروب، اي مشروب سخن عادي يعني. هنا بقى انا حطيت جبنه لاني بنحب نغمس القرص كده بالجبنه، نغمس شويه ونسقسق شويه وفطار كده على ايه، على السريع. هنا ما اعرفش البراد بتاعي اللي عنده انتفاخ ده مش عارفه كان ماله، كل لما اجي اصب منها الاقيه زي اللي مسدود. قلت له مالك ده انت حتى تخين عامل زي الباراشوت، يعني في ايه ده انت تشيل 10. شويه ميه مش عارفه سدينه ولا ايه، مش عارفه ماله، حالته مش مستقره زي صاحبته. بس انا بقى الفطار الجميل ده وانا بقلب بقى الشاي كانت القرص بقى الحمد لله ايه جات وكده. بعد جبتها صبحه كنتش جايباها من بالليل، يعني ممكن مثلا لو نزلت مشوار كده بالليل ممكن ايه اجيبها معايا عادي وابيتها وسخنها كده حاجه خفيفه في الميكرويف لان بتنشف بسهوله يعني. بس ده كان الفطار بتاعنا اللذيذ اللي كده. وانت عامله ايه النهارده؟ غششوني عندكم اكل ايه النهارده ولا هتعملوا اكل ايه؟ قولولي عشان اغش منكم لبكره. لكن انا عندي النهارده شفت الحوش اللي انا عملته معاكم امبارح لسه نصه موجود، فقلت بس الحمد لله شويه بطاطس يا بت وفاء وعدي اليوم بيه النهارده جدع يا بت. هنا بقى القرص كانت جت اهي صبحه بقى وجميله، وما اقولكمش الواحد نفسه يعملها في البيت والله. يخرب بيت الكسل، هو الكسل اللي عامل فينا كده والله. ده كان فطارنا كده النهارده، وطبعا مطبخي زي الفل زي ما انتوا عارفين، فانا قلت احافظ عليه والم شويه الحبشتكنات اللي فيه. بس ايه انا فطرت وبعد كده قلت هصلي الظهر، قلت بردك اوريكم ان انا كده هصلي، ان اشجعكم وافكركم برده بالصلاه وكده. الناس اللي بتكسل عن الصلاه لا حرام تسيبي اي حاجه في ايدك وتصلي. ايه ده يا وفاء طب ما صليتيش قدامنا ليه؟ لا يا اختي حرام حرام يا اختي. انا افكركم بس كده فقره، يعني اوريكم فقره ما انا بحط المصليه وهصلي. انا كده كنت صليت الظهر ودخلت اعمل القهوه بتاعتي الجميله. لكن يا جماعه اي يوتيوبر يعني حتى لو بتسمعني لو بتصلي قدام الكاميرا حرام حرام حرام، ولا كانك بتصلي ولا كانك بتعملي حاجه. انت شعرفك مش عارف ايه، انا ده حرام حرام تميلي وتقومي وتقعدي وفي رجاله بتشوفنا والكلام ده كله حرام. ده احنا الخطوات اللي احنا بنعملها اثناء الروتين لازم نخلي بالنا منها عشان ما نشيلش عليها ذنوب، فما بالك ان انت راح تصلي قدام الكاميرا. حبكتش انا مش شايفه يعني ان خلاص يعني الروتين بتاعنا وقف على فقره الصلاه نصلي قدام الكاميرا، لا حرام. مين معايا؟ مين يتفق معايا في كده ومين ضدي بقى؟ هيقولوا لي عايزه ناخد وندي في الكومنتات مع بعض. انا شايفه ان انت يوم ما تحبي مثلا تشجعي المتابعين، ان مثلا حد بيقول لك انا ما بصليش شجعينا ان احنا نصلي، كلمينا عن الصلاه ممكن عادي تكلميه عن الصلاه، ممكن تحطي المصليه قدامه تظهريها بس قدامي، لكن ما تظهريش نفسك على المصليه نهائي نهائي.
هنا بقى فقرة القهوة، فقرة العيش الممنوع. العيش الممنوع، القهوة اللي كنت ممنوعة منها رجعتها لنفسي عادي ولا أكل في حاجة. بس هو يعني الدكتور قال لي هي كوباية واحدة بس، إيه يعني بالكتير في اليوم، فأنا ماشية على كده الحمد لله. لأني والله العظيم انتوا عارفين امبارح أنا بعد ما نزلت لكم الفيديو قاعدة برد على الكومنتات جالي هبوط مش طبيعي، رغم إني كنت شاربة معاكم قهوة. فكده فهمت ان ضغطي واطي قوي، رحت عامله فنجان تاني صغير اضطريت، وانا ما بشربش الا مره واحده. حسيت ان الدنيا اتظبطت معايا، عرفت ان انا ضغطي كان واطي قوي، بيجيب لي كده هبوط يا جماعه. والله الناس اصحاب الضغط الواطي فاهمه انا بقول ايه. بص هو عالي صعب وواطي صعب، فربنا يشفي كل مريض. المهم هنا فقره الحب كله. اقعد اغني الحب كله حبيته فيك، كوبايه العشق بتاعتي. قلت بقى ايه، هسيبها على المطبخ جنبي كده عقبال ما الم حاجه الفطار عشان ابقى سايبه المطبخ بتاعي نضيفه زي الفل. وكمان كان عندي شويه غسيل في الغساله، قلت برضو هشغل عليهم، يعني هظبط الدنيا كده ايه معاكم. يعني هنا بقى انا بلم كل الحاجه اللي على الرخامه بجيبها على المطبخ كده بالتدريج، لان طبعا الدنيا متظبطه وانا مش عايزاها ان هي تتبهدل. من بالليل بقى انا حاطه دوره غسيل في الغساله، كان خلاص الوقت اتاخر فما شغلتش عليها. قلت خلاص يا بنتي افوف اول ما تقومي هتشغلي عليها كده وهتظبطيها ومش هتاخد منك حاجه. حطيت بقى صابون وقلت ايه يعني اشطب شويه المواعين بتوع الفطار دول اهو. احلى حاجه لما تقومي في يومك تبقي عارفه ان انت عندك غدا، يبقى قلبك مطمن كده ونفسيتك مرتاحه ومش شايله للدنيا هم. امبارح في واحده انا عملت لها بلوك عشان اتكلمت بطريقه وحشه. بص يا جماعه داخله تقول لي هو انت ما وراكيش هو انت ما وراكيش اللي غسلي المواعين؟ فانا رديت عليها، كنت اول مره اشوف الكومنت بتاعها، هو انت ما وراكيش اللي غسلي المواعين؟ المهم كتبت لها قلت لها حبيبتي هو انت ما بتغسليش مواعين في يومك؟ قالت لي لا ما بغسلش مواعين. قلت لها طب انت حاجه غريبه عننا، فاحنا مش حاجه غريبه، احنا ده الطبيعي بتاعنا. طب قولي لي يعني ايه دي ما بتغسلش مواعين؟ قلت لها طب احنا هنعمل لك ايه، انت ما بتغسليش مواعين، انت متدلعه فوفي، احنا هنعمل لك ايه؟ راحت ادتني بقى درس ايه موشح بقى طويل عريض. رحت عامله لها بلوك، والله بتضايق من نفسي ان انا باخد ودي مع الناس اللي زي كده، اللي هم اللي ناس غريبه علينا، مش احنا اللي ناس غريبه. والله احنا يعني شويه المواعين اللي انا بغسلهم قدامكم دول ولا حاجه على اللي هشوفه طول النهار. ربنا يخلي اللي يشرب حاجه واللي ياكل حاجه واللي خلص حاجه من الثلاجه، بصبن طول النهار بنصبن في مواعين. ففيديو زي ده انا بوريكم فيه فقره واحده بس من فقرات المواعين بتاعت طول النهار. فليه كده؟ انا عايزه اقول لكم ان اتكلمت بقله ادب بقى، ان كده انا غريبه، يعني انا غريبه يعني. هو انت ما وراكيش غسيل المواعين؟ لا يا حبيبتي انا على طول بعد بطلع اعمل معاكم اكل، بطلع انضف معاكم الشقه، بطلع انشر معاكم غسيل وانضف معاكم السلم ونعمل حلويات وبنعمل معجنات، اشمعنى مسكتي يعني في المواعين؟ فانا قلت لكم دي يومياتي، انا بوريكم يومياتي، اللي مش عاجبه خلاص، اللي عاجبه اهلا وسهلا ومنورني وعلى راسي من فوق. فليه نجرح في بعض وليه نكلم بعض بطريقه وحشه؟ بما انا حسيت ان هي فاضيه كتبت قصيده عريضه انا ما كملتش نصها وعملت لها بلوك لان لقيت فيها اهانه. يعني ايه لازمه الاهانه بقى يا جماعه؟ بستغرب. اه والله العظيم ايه لازمه الاهانه؟ عملت ايه في الاول وفي الاخر؟ ده شويه مواعين، هتهينيني عشان شويه مواعين؟ فعالم فاضيه كده زي ما انتوا بتقولوا، والله عالم فاضي. احنا مش فاضيين، احنا ستات شقيانين على بيوتنا وعيالنا وربنا يعيننا ويقوينا. انا بشرب القهوه بتاعتي يا جماعه واقوم الف في الشقه طول النهار وحياه ربنا، واكيد كتير منكم زيي. هشيل الهدوم ده، هغسل الهدوم ده، هلم الكاوتشات بتاعتهم اللي قدام الباب، هظبط لهم غسيلهم، اقوم افكر اعمل غدا ايه، افاجئهم بحاجه حلوه مثلا ايه. دماغنا وشغلنا الشاغل هي بيوتنا وحياتنا دي، فايه الغريب اللي احنا بنعمله؟ مش عارفه ايه الغريب يا جماعه. انا هكلم جوزي يجيب لي كده واحده كده فلبانيه، بتقول عليها فلبانيه ولا بتقول عليها ايه؟ عشان بصوا الناس بتدخل تهين انا كده متبهدله. لا لا انا اقعد احط رجلي على رجلي واجيب واحده عشان ايه تساعدني في الشقه، انا ما بحبش اقول كلمه تخدمني دي، ربنا ما يكتبها على حد يا رب. فتساعدني في الشقه. انا يا جماعه لو مقدرت ان انا اجيب حد او يساعدني في الشقه والله ما هعمله، طالما ربنا مديني الصحه ان انا اعمل هعمل. انا بحب اعمل حاجتي، ما بحبش حد يعمل لي حاجه، ما
احب اضيع يومي في شقتي في غسيل مواعيدي اللي هي بتضايق منه ده، في تنظيف هدوم، في اكل، في شرب. انا بضيع يومي كده، احسن ما اضيع يومي في اي حاجه حرام، احسن ما اضيع يومي مع حد اقعد انمي معاه على حد تاني كده. بس انا غلطانه ولا مش غلطانه؟ انا حبيت احكي معاكم بس اثناء الروتين. هنا بقى انا بشغل على الغسيل وهو جاهز في الغساله، قلت الدوره دي تخلص كده ايه مع نفسها. طبعا فيديو بسيط كده وقلت ايه اصبح عليكم، بس ان شاء الله الفيديو الاساسي بتاعنا ان شاء الله ساعتين. بس كده شغلنا على دورة الغسيل وسيبناها بقى ايه تشتغل كده ايه مع نفسها. لكم عارفة سلامة، واستنظروا ان شاء الله فيديو جديد.